لبى نداء ربي فجر اليوم الجمعة الوزير الأول الأسبق والزعيم الاتحادي عبد الرحمن اليوسفي، الذي كان في حالة صحية حرجة، حيث أمضى عدداً من الأيام بالعناية المركزة بأحد مستشفيات مدينة الدار البيضاء. وذكرت مصادر مقربة من الراحل أنه تم نقله للمصحة بعدما كان قد غادر الأمس بعدما اشتد عليه المرض، ليستسلم في الأخير للقدر ويلاقي ربه صبيحة هذا اليوم. كان السيد عبد الرحمن اليوسفي الذي ازداد في 8 مارس سنة 1924 بمدينة طنجة قد التحق بصفوف الحركة الوطنية عندما كان تلميذا بثانوية مولاي يوسف بالرباط، وكان الراحل عضوا بالأمانة العامة للاتحاد الوطني للقوات الشعبية الذي تحول إلى الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية سنة 1975، وتولى رئاسة تحرير لسان الحزب جريدة التحرير منذ سنة 1959 حتى سنة 1965. وفي 4 فبراير سنة 1998 كلفه جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني بتشكيل حكومة التناوب التي قدم تشكيلتها إلى جلالته في 14 مارس من نفس السنة. وبعد وفاة الملك الحسن الثاني احتفظ به صاحب الجلالة الملك محمد السادس على رأس الحكومة، وخصه بتكريم خاص، وأعيد تعيينه وزيرا أولا في الحكومة التي تم تشكيلها في 6 شتنبر سنة 2000، وهو المنصب الذي ظل يشغله إلى غاية 9 أكتوبر سنة 2002. وفي سنة 2016 أشرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس بطنجة على تدشين شارع يحمل اسم الراحل تكريما لما يتحلى به من خصال وطنية. وفي سنة 2019 ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية بتطوان حفل أداء القسم من طرف 1839 ضابطا متخرجا من مختلف المعاهد والمدارس العسكرية وشبه العسكرية، وكذا الضباط الذين ترقوا في رتبهم ضمن صفوف القوات المسلحة الملكية، من بينهم 283 ضابط. وبهذه المناسبة تفضل جلالة الملك فأطلق على هذا الفوج اسم الأستاذ عبد الرحمن اليوسفي تكريما لمبادئه الثابتة في حب الوطن والتشبث بمقدسات الأمة وبالوحدة الترابية. وداعا يا مناضل، وداعا سي عبد الرحمن اليوسفي، رحمك الله وتغمدك بوافر من رحمته، إنا لله وإنا إليه راجعون.